السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الياقوت في المنام، رؤية الياقوت في المنام. بالنسبة للرجل، رؤية الياقوت في المنام أو أخذه وكانت زوجته حامل سيكون حملها بأنثى إن شاء الله تبارك وتعالى. ارتداء الياقوت للرجل يعني لبسه زيادة في العلم والمعرفة، يبدو ان شخص هيحصل علم كبير. لو رأى حجر الياقوت يدل على الاخبار السعيدة التي ستأتيه في الطريق. رؤية الياقوت في البيت يدل على الخير الكثير والمال الوفير ان شاء الله. هذا بالنسبة للرجل. اما المرأة المتزوجة، رؤية الياقوت يدل على الخير والرزق والبركة لبيتها او ما سيحصل عليه زوجها، أو مال سيأتيها من ميراث، أو مال من ربح في التجارة، أو شراء منزل جديد أو سيارة جديدة. جميل جدا رؤية الياقوت للمرأة. رؤية فص الخاتم من ياقوت، هذه المرأة المتزوجة ستحمل وسيكون حملها ببنت أيضا. بالنسبة للمرأة الحامل، لو كان لونه أزرق جنينها ذكر، أي لون آخر غير اللون الأزرق ستكون بنتا إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للبنت العزباء، رؤية الياقوت للبنت العزباء يدل على النجاح والتفوق في الحياة العملية والدراسية. لو رأت اللون الأزرق يدل على المال الوفير. لو رأت فص الخاتم من ياقوت يدل على قرب الزواج إن شاء الله. هذا ما يخص الياقوت في رؤيتي، في رؤية الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة والحامل والعزباء. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.